وفي البداية أشكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي منحني ثقته لتولي مهام وزير الرياضة، وأعتبر ذلك تكليفا لسيادته. سأعمل بلا هوادة من أجل أن أكون في مستوى هذه الثقة التي أعتز بها. تحدوني في ذلك إرادة قوية وعزم راسخ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وإعادة تحقيق أهداف واعدة ترتبط في جوهرها بتعزيز وتدعيم مكتسبات قطاع الرياضة بمختلف أنشطته ومكوناته لمساعدة نخبه وكفاءاته ومورده البشرية أينما وجدوا داخل الوطن وخارج الوطن من دون استثناء، وتجسيد هذا الالتزام في الميدان ضمن استراتيجية فعالة كفيلة بتثمين القدرات الوطنية وإعطاء ديناميكية جديدة لعمل الاتحادات والنوادي الرياضية ومراكز ومدارس التكوين والبحث التكنولوجي في مجال الرياضة. كما أتوجه بكلمة وشكر وامتنان إلى السيد الوزير عبد الرحمن حماد على كل الجهود التي بذلها من أجل الاطلاع بمهامه على أحسن وجه، وتمني له كل التوفيق والنجاح في حياته المهنية والخاصة. ولا يفوتني أن أدعو إطارات وعمال قطاع الرياضة من أجل الأمل الدؤوب والمساهمة في تحقيق أفضل النتائج ومواجهة الرهانات ورفع التحديات الكفيلة بتشريف الرياضة الجزائرية ودعم التماسك الاجتماعي بالروح الوطنية والالتزام أجل الجزائر الجديدة منتصرة. والله ولي التوفيق، وفقنا الله لخدمة البلاد والعباد.